هي الانتخاب هذا باش يعود بالفائدة على خاصة هذه المجلة الجديدة نتاع الحكم المحلي، حاجة باهية ياسر وباهية ثمينة بالقدا وتعود بالفائدة على المواطن وعلى المنطقة وعلى الجهة وعلى كل كل يولوا الأولاد يشاركوا. كان الانتخابات الأولى كبعضها كل كيفاش؟ فاشل. ما عندي حتى انتظارات من بلدية ومن البلاد جملة. والله في ما يخص الانتخابات البلدية إن شاء الله ننتخبوا. والله ما عندي حتى فكرة معنا على البلد. والله متشائم صراحة ومنيش مش ننتخب كاليمو. فهمني علاش التشائم هذا؟ والله الناس كل تتوعد ببرشة حاجات وما رينا حد شيء على الملموس. والله يا اختي ان شاء الله يصلحوا البلاد، ان شاء الله يعملوا حاجه مش كيما الانتخابات التشريعيه ولا الرئاسيه ما عملوا حتى شيء وعود وعود وما فهم حتى شيء. الانتخابات البلديه هذه انا ما مش من اهتماماتي، ما وكاهو يعني ما منها حتى نتيجه بالنسبه لي انا. الوضع نتاع البلاد هو بيدو وما ثماش تقدم. باش ننتخب اي ان شاء الله تتحسن البلاد وكاهو. مانيش ننتخب بخاطر مانيش فاهمها معناها. الكياسات تتريقل والبلاد تتريقل وكل شيء يبدا مريقل ان شاء الله. اي بالنسبه للزغوان باهيه ماهيش، اما ماذا بينا المزيد واحسن واحسن، هذاك مش نطلب منهم. والله نطلب منهم باش يخافوا ربي في المواطن التونسي وكاهو. مش يعملوا كان مش يعملوا وعود، كان عندهم وعود يلزم ينفذوها، مش كلام هكاهو كلام بارولا كيما الغني. كان مش يعملوا حاجه يصلحوا البلاد كياسات كاو. ربي يهديكم.